مرحبا بكم في قناة حلويات النجوم. اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا معنا نحضروا حلوة ديال الكاوكاو على شكل وردة اللي كانت رائعة كيف كتشوفوا معايا وبطريقة جد سهلة وبسيطة. كنتمنى تعجبكم الحلقة اليوم. والان خليكم مع الطريقة ديال التحضير. طريقة تحضير العجين ديال الكاوكاو كنحتاجو هنايا، عندي هنايا كيلو ديال الكاوكاو او البيان اللي كنكون محمر في الفران، عندي هنايا 400 غرام ديال السكر سنيدة، كنحتاجو ملعقة كبيرة ديال القرفة، ملعقة صغيرة ديال الفاني، وكنعجنو كلشي بالزبدة مذوبة. هادو هما المقادير. والان غنطحن الكاوكاو مع السكر حتى كنحصلو على العجينة. كيف كتشوفوا معايا من بعد ما طحنت الكاوكاو مع السكر مزيان كنحصلو على هاد العجين ديال الكاوكاو، كيجي على هاد الشكل هذا، كيجينا رطب باش الحلوى كتجينا معلكة. ضروري اننا خصنا نطحنوه مزيان. الان كنضيفو عليه ملعقة كبيرة ديال القرفة، ملعقة صغيرة ديال الفاني، والآن كنعجنو بالزبدة مذوبة. الآن كنبقاو نخلطو مزيان. معايا من بعد ما عجنت العجينه ديال الكاوكاو مزيان كنحصلوا على العجينه كتكون رطبه على هذا الشكل هذا. والان كنشكلوها على حسب الحلوى اللي حنا غنعدلوها، اما على الشكل كويرات كيف كتشوفوا معايا، او على الشكل صبيعات. كيف كتشوفوا معايا فكتبقى سهله في التشكيل ديالها، يعني كنشكلوها كيف ما بغينا. كيف شفتوا معايا في الطريقه سهله. والان خليكم مع تحضير الحلوى. بعد ما حضرت العجين ديال الكاوكاو كنحضروا على هذا الشكل هذا، كيكونوا اصابع كبار. الان مروا طريقه تحضير الحلوى. كنحتاجوا العجين خاص بالحلويات، بالنسبه للعجين فانا سبق لي حضرت فيديو خاص ان شاء الله نخلي لكم تحت صندوق الوصف. الان كنطلقوا العجين ديالنا رقيق، من بعد ملي كيكون نرتاح مزيان باش كتجينا العمليه سهله كنطلقوه رقيق. كيف كتشوفوا معايا بعد ما طلقت العجينه رقيقه كناخذ العجين ديال الكاوكاو وكنغطي عليه العجين على هذا الشكل هذا. كنقطع الزياده ديال العجين. كنحاولوا نثبتوا العجين على بعضيته مزيان وكنحصلوا على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا. كنحاولوا اننا نبسطوه شويه، شي بزاف غير شويه. والان كنبداو نقطعوا بحال الشكل ديال التقطيع ديال الفقس. على هذا الشكل هذا تقريبا كل ورده كنحتاجو لها ثلاثه. كنحتاجو ثلاثه من بعد كناخدو كنضغطو عليها وكنلويوها على هذا الشكل هذا باش كنحصلو على الشكل ورده. بعد كناخدو الثانية نفس الشيء وكنلويو على الاولى على هذا الشكل هذا. بعد كناخدو الثالثة ايضا كنضغطو عليها كنرقوها شوية
من بعد كنا نوريها هذا الشكل هذا، وكنحاولوا اننا نثبتوها من هنايا، نضغطوا عليها شويه وكنحصلوا على الشكل ورده كيف شفتوا معايا. كيف شفتوا معايا حتى العقده ديال الكاوكاو هنا، فاش قلت لكم انا الكاوكاو خصو يتطحن مزيان باش كيولي عجين على هذا الشكل هذا، وكنحصلوا على هذه الورده هذه اللي صراحه كيجي منظر ديالها كيجي رائع. مباشره كنعملوها في لاطا اللي تدخل الفرن، وكنبقاو مصبرين حتى كنكملوا الحلوه اللي عندنا. تشوفوا معايا في الحلوه كتجي على هذا الشكل هذا. الان مباشره كندخلوها الفرن حتى كتحمر واحد شويه، من بعد كنخرجوها. كتشوفوا معايا بعد ما طابت الحلوه كنخليوها حتى كتبرد، والان نقوم بالتزيين ديالها. بالنسبه للتزيين فعندنا هنا الشوكولاته الابيض من بعد ما ذوبناه، وعندي هنا العقيق الخاص بالحلويات، وكنحتاجوا ايضا كويرطه ديال الحلوه. بالنسبه للتزيين كناخذوا واحد شويه ديال الشوكولاته الابيض كنعملوا في الوسط ديال الحلوه، من بعد كناخذوا واحد العقيق كنعملوها في الوسط على هذا الشكل هذا، بالنسبة للشوكولات كنعملو غير شوية. كنثبتو عليه العقيق كيجي على هذا الشكل هذا. والان كيف كتشوفوا معايا فانا غنكمل الحلوه ديالي بالتزيين، ونخليكم ان شاء الله في اخر فيديو. كيف كتشوفوا معايا من بعد ما ساليت بالتزيين ديال الحلوه عملتها في كورطات كتجي على هذا الشكل هذا. كيف كتشوفوا كتجي رائعه في المنظر ديالها وايضا المذاق. كنتمنى اذا عجبتكم الحلقه ديما ما تنساوش انكم تمنوا الاعجاب وايضا المشاركه ديالكم في قناه حلويات النجوم، وما تنساوش ايضا تخليونا التعليقات ديالكم. والان خليكم على خير، والسلام عليكم.